عمرو عطريس عرفه من احفاد عرفه كنفاني. احنا عندنا هنا بنصنع الكنافه والقطايف. كنافه في كنافه الالي الشعر العاديه، وفي كنافه وفي منها باللبن. والقطايف القطايف في عاده وفي عصافيري. هي تبدا من العجين، العجين بيكون من ميه ودقيق وبيجي عند قوام معين، وبعدين بيتم فيه تصفيه في من مصفى عشان الكراكيع الدقيق، ويجي بعد كده بيتصفى بينزل في الادوس بتاع المكنه هنا اهوت، ويجي ينزل من الاخرام حضرتك اللي نازله على الصينيه، وبعد كده بيلف على الصينيه وتيجي هنا اهوت. بعد ما تستوي بتنزل على الطبليه ديت، بتتلم بعد كده بتخش على مرحله التهويه، بعد التهويه بتروح على الزبون بقى. القطايف مكونات القطايف هو نفس عجين الكنافه، بيزيد عليه الخميره بس. لا احنا بنقدم هنا الالي وبنعمل يدوي برضه، حجم الفتله اليدوي فتلتها تخينه، انما الالي رفيعه شعر. يعني هي الزياده من السنه اللي فاتت والسنه دي، يعني السنه اللي فاتت كان الكيلو ب 11 جنيه، السنه دي مثلا ب 15. فزيادة يعني زادت بالنسبة للزبون، فالإقبال مش قوي، يعني مش زي كل سنة، مش زي التانية، بيقل عن التانية.